تنقش كعكان. عايزة عم تقسكي. ها تفضل. تقدر؟ ولا أنا أمسكها وأنت تنقشها؟ يلا. يعطيكم العافية انتم النشيطون الصوت الجماهيريين الصوت هون في بيت أصالة منفر معليا بعمل جميل مبارك بمناسبة عيد الأم يوم المرأة العالمي يوم العائلة وكذلك اقتراب من عيد الفصح وشهر رمضان المبارك. أكبر تحية لألن طبعا كذلك عيد البورم وعيد الفصح لليهود يقترب والنادي أو الناشطين في فصوطة في كل محل يتواجدون للتبرع بأعمال خيرية واليوم هن كما ذكرت في بيت أصالة منفر معدة. هاي امرأة عمر ملك ايه الناصر دحبور في عراف سارة ابو خليل ابو خليل يا سموتة هون معنا ابو حبيب سعد هندي ابو حبيب يعطيك العافية يعطيك العافية أبو بشار على الفرات العيشة هي عندنا بشوية صوتها. حبينا نزوركم لكم كل عام بخير مع هدية رمزية هيك إلى الختيارية مع ورشة كعك بمناسبة العيد. كل سنه وانتم سالمين ويعاد عليكم الصحه وهدات البال مش بس عشان عيد الام عيد العيله الكل شكرا لكم كثير الله يطول بعمركم زيدكم عافيه شكرا كثير يلا تعالوا تعالوا احنا كلها خاك سميه كل عام وانتم بخير للجميع ان شاء الله ربنا يعطيكم الصحه والسعاده يا ربي ان شاء الله أيها الرب الإله العلي يسوع المسيح في كل يوم أباركك وأسبح اسمك أبدا أنا قلت يا رب ارحمني واشفي نفسي لأنك خطئت إليك لأن عندك ينبوع الحياة بنورك أنك أجل